ما معنى اسم سمية؟ اسم سمية من الأسماء القديمة والتي ظهرت مجددا في الآونة الأخيرة، ورغم هذا فهو من الأسماء غير المتداولة كثيرا في أيامنا هذه. واسم سمية يحمل أجمل المعاني وأرقها، ونظرا إلى أنه من حق الطفل على آبائه أن يختاروا له اسما مناسبا يليق به وبشخصيته، فيعد اسم سمية من الأسماء التي تليق بحاملته. تم توضيح معنى اسم سمية في قاموس معاني الأسماء على أنه اسم علم مؤنث وهو من أصل عربي، وهو تصغير لاسم سما، والفعل الماضي لاسم سمية هو وسما، والسما هي العلامة أو الأثر، وسمية تعني العلامة الصغيرة. ومن الأسماء العربية ذات صلة باسم سمية هي سامية وأسماء سمياء وأسامة. والجدير بالذكر أن معنى اسم سمية تم تفصيله في معجم المعاني الجامع إلى أنه اسم، وهو مصدر صناعي من سم، وسم هو صفة التسمم، أي أنه صفة ما هو سام من سمية المادة، ويأتي بمعنى إبرة العقرب. ومن الكلمات العربية ذات صلة باسم سمية هي تسمم، سمائم، وسوام. تتميز حاملة اسم سمية بصفات شخصية راقية، فلديها الكثير من المميزات في شخصيتها، ومنها الشخصية المتميزة وحب التميز وتحقيق النجاحات في كل ما يتعلق بها. شخصية كتومة ولا تحب البوح بمشاعرها أو أي شيء يخصها لأحد حتى المقربين منها. تمتلك قلبا حنونا لدرجة أنه يمكنها أن تضحي بكل ما لديها من أجل من تحب. تمتلك شخصية قوية ولديها القدرة على تحمل المسؤولية، كما أنها لا تتخلى عن مسؤولياتها بسهولة. تحب فصل الربيع وجميع ألوان الورود. هناك العديد من الشخصيات الشهيرة لحاملة اسم سمية، فهناك الشخصيات التاريخية وكذلك الفنية، ومنهم سمية الألفة الممثلة المصرية، وسمية الخشاب الممثلة المصرية الأخرى. وهناك أيضا سمية بنت خياط، وهي الصحابية التي تكنى بأم عمار، وهي زوجة ياسر بن عامر حليف لأبي حنيفة بن المغيرة المخزومي، واستشهدت هي وزوجها على يد أبي جهل الذي طعنها بحربة في قلبها.